قررنا بانه نفرد سجادتنا الحمراء قدام سينما عامر عشان نقول لكل العالم بانه قبل 30 سنه كان في 12 عرض دور عرض سينمائي بغزه، واليوم في 2019 ولا دار عرض بقيت في قطاع غزه مفتوحه. اليوم من حقنا نحن نطالب انه يعاد افتتاح هذه دور العرض السينمائي هذه. وحزين جدا طبعا انه ما فيش عندنا سينما، ليش ما يكون في عندنا سينما؟ سينما مهمة جدا، اعتقد انه هي لغة عالمية تقدر تحكي فيها حول العالم، يعني انه بتشوف ثقافات دول ممكن حتى